السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم باحوال جيده ان شاء الله. اليوم البنات غنشارك معكم واحد البتيت فلوغ هكا ولا الجوله في بعض المحلات اللي مشيت ليهم. صراحه هذا الفيديو مسجله في اواخر العطله الصيفيه، كنت مشيت باش انني نتقدى شويه الحويجات للدراري للدخول المدرسي. فابقوا معايا تشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله، وتشوفوا المحلات وتشوفوا المكان الجميل اللي مشيت ليه. بالنسبة للبنات، هذا المكان هذا فهو بعيد عليا من البيت ديالي بشي 50 ولا أكثر، 50 كيلومتر ولا أكثر. فبالنسبة لهذا البلاصة سميتها نتاع المحلات سميتها كودي مارك ولا كيدي مارك ولا المهم بحال هكا. كيف كتشوفوا معايا المحلات جايين بواحد الشكل اللي هو جميل، على شكل دي بتي بافيون هكا، وكتمشي في الهواء الطلق. هنا البنات كندخل هكا كنساري المحلات باش انني ناخذ كيف قلت لكم نشري لهم الملابس للدراري. فبالنسبه للاثمنه، فهي الاثمنه غاليه شويه صراحه، ما تقديتش بزاف ديال الحوايج. فكيف كتعرفوا كل واحد كيمشي على حساب جيبه، فانا جاتني شويه الملابس يعني شويه الاثمنه غاليه بزاف، فما خديتش الجميع. الاطفال ديالي ما خديت لهمش كلهم من هذا المكان، ولكن بالنسبه للبنات ديالي الزويجات الصغارات فاخذت لهم من الحويجات من هنا، خديت لهم لي شوسيغ وخديت لهم الكسي للدخول المدرسي. فان شاء الله غنحاول ما امكن الا ما شاركتهمش معكم في هذا الفيديو، فغنشاركهم معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. غير هكا باش انكم تاخذوا فكره على الملابس ولا تاخذوا فكره على الاثمنه ولي مارك. فبالنسبه لهاد لا مارك هذه لقيتها غاليه، ما عرفتش المهم هاد لا مارك نتاع كوك ولا كي سميتها، فكانت شويه الاثمنه ديالها غاليه. كنت باغي انا ناخذ لي سورفيتمون نتاع السبور وكل شيء، ولكن صراحه كانت غاليه. كيف كتشوفوا معايا هادو هما الشكل ديال لي بوتيك كيفاش دايرين، وكتمشي تخرجي كتمشي في الهواء الطلق. صراحه ما كيجيكش داك ما كتخنقيش في السونتر كوميرسيال ولا يجيك سخانه ولا، فلي بوتيك ما كيكونوش سخانين بزاف، يعني الجو زوين بزاف. وعجبتني هاد البلاصه هادي صراحه، فكانت هادي اول مره اللي كنمشي ليها، فان شاء الله ما غاديش مره اخرى ان شاء الله نمشي ليها. فنمشي هكا لا كنت محتاجه لشي حاجه ولا مام الانسان ما كيمشيش يشري، فكيمشي يتنزه ولا هكا يدور. فالمكان جميل، فيه فين كتقعدي زوين بزاف، فيه لي ريستورون فيه كل شيء. فوالا البنات، هنا كندير جوله. فلقيت هنايا دخلت هنايا الجيفي، لقيت جيفي كاينه من تما، فمشيت دخلت الجيفي. هنايا كنت هنايا في هاد لي غايون هذا، كاين بالنسبه للابن ديالي كان بقى بحال هاد لي بيل هادو، ف كنت خديت ليه منهم هكا يلعب بيهم. ودرت واحد الجوله شابله هكا على لابوتيك. صراحه كان عندهم الحويجات زوينين بالنسبه للاستياف ولا هكا الحويجات نتاع لو جاردان بالنسبه للطابل وكل شيء، وحوي كذلك حويجات ديال لابيسين، وكذلك بالنسبه للديكوراسيون. فانتم تعرفوا بان جيفي كتجيب حويجات زوينين صراحه، لا في المبيعات ولا في لاديكوراسيون، كلهم زوينين. مي صراحه ما خديتش حتى شي حاجه من هنايا من غير هادوك شي حويجات هكا اللي بتجوي هكا للدراري هكا باش يكملوا بهم العطله الصيفيه، هكا حويجات ديال البحر وصافي. Thank you.
فبالنسبة البنات لهاد لاطاب اللي كتشوفوا معايا هنايا صراحة عجبتني بزاف، وكنت باغية ناخدها باش نديرها في لاتيغاس ديالي، ولكن في الديرني مومون صافي حبست ما بغيتش، حيت فكرت مزيان ولقيت فيها بأن فيها بزاف ديال لي غايور هكا يعني الفتاحي في الوسط، فقلت ما صالحاش غادي يبقى الماكلة كطيح من تما وكتوسخ وخاصك تمسحيها من هادوك الفتيحات هادوك، يعني ما كتعجبنيش بالحال يعني شي حاجه هكا تكون موسخه كتبان، فقلت بلايش عليا، فخديت ليهم غير واحد هذاك اللي كيدوك لي بالون اللي كيلعبوا بهم هكا في البحر ولا لابيسين هكا لا مشاو. المهم خديت ليهم غير شي حاجه هكا باش يدوزوا هاد النهايه ديال العطله الصيفيه، حيت ما بقناش بزاف باش اننا ندخلوا، بقات كانت في هاد الوقيته بقات لنا غير واحد 2 سيمان باش انهم يدخلوا للمدرسه فقط، هادشي اللي كاين. فكنا مهتمين اكثر بالحويجات ديال الدخول المدرسي اكثر من اننا نزيدو نشريو هاد الحويجات. انا خديت لولدي بحال هذا نضيدرات مع هذاك اللي كيتنفس بها هكا في البحر، خديت له وحده بهذاك لولدي، والبنات كانوا ديجا خلاص عندهم دوك لي لونات وداك الشيء هادشي التخربيق ديال البحر وكلشي عندهم صراحه كلهم. فقط هادشي اللي خديت ليهم من هاد المحل. صراحة البنات بالنسبة للديكوراسيون تاعهم فصراحة كتعجبني بزاف بزاف، مام ان لا فينيسيون ديالها ماشي 100% يعني كاين لا فينيسيون بالنسبة للوح يعني لي موبل ديال اللوح، ولكن تاني كتبقى الثمن كيبقى غالي عندهم، ف ما كناخدش بزاف من عندهم يعني بالنسبه لهكا لا ديكوراسيون، مام انهم الحويجات صراحه زوينين. فخديت واحد المره خديت من عندهم واحد الموبل نتاع لي تيغوار، فزوين هو الشكل ديالو زوين، فانتوما غادي تشوفوه معايا هنايا في صورته ليكم، هذا اللي فيه اللي فيه بزاف ديال لي تيغوار كيشوف ليكم هنايا الفوق اللي فيه بزاف ديال لي تيغوار، كنت خديت بحالو ونفس نفسه هو نفسه درتو في عند لا شومبر ديال بناتي، ولكن تاني افورسا فورسا البنات منين كيجبدو، واخا انه اللوح ديال اللوح لا ماسيف يعني كيكون اللوح ماسيف ماشي هذاك اللوح اللي كيتفتت، مي صراحه ما كاينش شي فينيسيو ديال اللوح، اون فوا كتجبديه كيتهرهر لك داك الحويجات اللي كاينين، يعني ما عندهمش داك السيستيم اللي كيمشي اوتوماتيك منين كتحل كتدفعيه تدخليه كيدخل، وانما الا جريتيه كامل كيتحل لك كيخرج لك كيف كتشوفوا معايا هنا كنسيه. فمن تما ما عرفتش ما عاودتش، والثمن ديالو كان غالي البنات، غالي بزاف، شريته اكثر من 100 اورو، فمن تما ما عاودت ما خديت لي موبل من عندهم، واخا ان الشكل ديالهم جميل جدا. هنا البنات صافي وصلت وقت الماكله، فهنا مشينا لواحد المحل التركي، صراحه هو زوين وكيدير داك الشيء في يعني الماكله ميزون، يعني كيدير داك الشيء ديال الدار، الخبز ديال الدار، لي فخيت مقطعه باليدين ديال الدار، داك اللحم يعني داك الشيء كيقول لك زعما كاين راه زوين ونقي وصحي، مي الثمن ديالو شويه غالي على بارابور لي زوتر ريستورون تاع لي تورك. فهنا خدينا هكا كل واحد شنو خدا المينو ديالو، كلينا وتعشينا وسالينا النهار ديالنا ومشينا روحنا في حالتنا. فهنايا غادي نقول لكم البنات استمتعوا بالفيديو ديالي، وكنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه عندكم، واللي باقي ما مشتركش في القناه ديالي فكيضغط على الزر الاحمر باش يشترك في القناه ديالي باش نكبروا القناه ونعطيكم المزيد من الفيديوهات ان شاء الله، ولا محتاجين شي حاجه ولا محتاجين شي نوع ديال الفيديوهات فقولوها ليا في لي كومونتير، وكنقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.